مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. المباراة تسبقها تكريم لقوات الامن على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها من طرف رئيس الاتحاد العربي وكذلك رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد. بادرة تذكر فتشكر من رئيس الجامعة وكذلك رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد على العمل اللي قاعدين يقوموا به وتأمين البطولة العربية في أحسن الظروف. بعد شوية باش تنطلق المباراة ونبدأ بتشكيلة المنتخب السعودي. أحمد زكي عبد الله، جهاد حسين أبو علوة، اثنين سجاد محمد الفردان، ثلاثة هيثم أحمد أبو السرير، ستة محمد عادل آل إبراهيم، ثمانية مرتجع علي الخضراوي، عشرة علي قيصر المحسن، 11 قاسم تركي، 13 مهدي آل عباس، 16 حسين عبد الله الصفواني، 17 حسين عبد العزيز الدواغ، أحمد قصي آل سعيد 27، حسين علي فريش 24، سجاد حسين آل عبد الرزاق 30، عبد الله احمد يوسف 32، وجواد آل عباس 35، يدرب الفريق خافيير لوبيز، سعدو حسين علي آل جمال، جعفر علوي ابو الرحاء، ايمن بن يحيى، وعبد الله سلمان المهدي. بالنسبه لتشكيله نسور قرطاج، عناصرنا الوطنيه وسام السنوسي قائد الفريق 22، عزيز جماعة 1، آدم بوقرة 9، الهادي لزيدي 10، أمين بن سالم 13، مطيع الإمام 16، ضياء الدين السايح 18، عبد المجيد القابسي 4، عبد المجيد القابسي 19، 24، ريان الصغير أنيس بن سالم 27، إسلام حقولة 29، محمد عزيز بن حسين 33، قصي بن فرج 39، محمد عزيز بن حمودة 69، منيب عبد اللطيف 71، اسكندر الجفالي 77، يدرب الفريق زهير مسعود، يساعده كل من محمد علي صغير، صلاح اسطنبولي، انيس اصفر، ونبيل بن عباده طاقم تحكيم الجزائري لاداره المباراه، مصطفى ديش ومحمد غواردا الميقاتيون، كل من ياسمين بن عبد الله وحنين المباركي المراقب الفني الاول، احمد المتطوع من الكويت، والمراقب الثاني عبد الرحيم الزهري من المغرب. إذن انطلاق المباراة وكالعادة جماهير غفيرة تحضر في قاعة رشيد خوجة لمؤازرة عناصرنا الوطنية وأول هجمة للمنتخب السعودي. تشكيلة المدرب زهير مسعود، تعرف غياب اللاعب رسلان الكتل ابن اتحاد الصيادة ولاعب النجم الساحلي بعد ما تعرض الإصابة يوم أمس على محصم اليد، استوج بالتدخل الجراحي، إن شاء الله سلامات. أول قطع للكرة للمنتخب التونسي، قصي والهدف الأول، ممتاز الهدف عن طريق قصي، قصي بن فرج يسجل النقطة الأولى للمنتخب التونسي، تعود الكرة للمنتخب السعودي.
احمد سكي عبد الله، البحث على لاعب الدائره، تعود علي قيصر المحسن، يختار عدم التسرع. كيف قلنا تشكيله المنتخب التونسي تعرف اليوم، اشراك الحارس محمد عزيز بن حسين حارس الصاغر، وابن مكارم الماديه، تمشي الكره المنتخب السعودي، والتسعة امتار، واستبعاد بدقيقتين، اول استبعاد بدقيقتين للاعب اسلام حقونا، او لا بالفعل اسلام او لاعب رقم 69 محمد عزيز بن حموده. شفنا الحكم ملول كان وجه الاستبعاد اسلام حقونا. المنتخب التونسي لين مش يلعب منقوص عدديا، محمد عزيز جماعة يبدأ بحراسة مرمى المنتخب التونسي. تمشي الكرة والتصدي الأول، أول تصدي للحارس عزيز جماعة. تعود الهجمة للمنتخب التونسي، إقحام لين هدم بوكرة بعد استبعاد لعب الدائرة. دقيقة واربعة واربعين ثانية منذ انطلاق الفترة الأولى، والتقدم لعناصرنا الوطنية في الجولة الثالثة. زوز انتصارات حققهم المنتخب التونسي، والبحث على الانتصار الثالث من أجل تصدر المجموعة. إسلام حقونا قصي يحاول المرور، والتسعة أمتار. عمطار يتحصل عليها اسلام محقونا، والكوره خارج المرمى، خارج المرمى كوره اسلام محقونا. تعود الكوره للمنتخب السعودي. ان شاء الله سينا لعناصرنا الوطنيه. تمشي الكوره اللاعب رقم 36، يصل الكوره للجناح والهدف، الهدف عن طريق حسين عبد العزيز، يسجل الهدف حسين عبد العزيز للمنتخب السعودي، يعادل الكفة. عودة الهجمة للمنتخب، 6 ثواني ويكتمل العدد في صفوف المنتخب التونسي. هذا مبوكرة وسام السنوسي اللي تحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة يوم أمس. التمرير مخت الكرة، تصعيد الهجمة بسرعة، الفاست بريك من المنتخب السعودي، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق حسين علي. حسين علي يسجل النقطة الثانية ويعطي الأسبقية للمنتخب السعودي. عودة الكرة التونسية لين قصي بن فرج، البحث على التصويب وينجح، ينجح قصي بن فرج في التسجيل. والتسعة أمتار، 9 أمتار للمنتخب السعودي. الحكم ينبه على لاعب اسلام محقونا. عودة الهجمة لين للمنتخب السعودي. تمشي الكرة والتسعة أمتار، والإنذار لآدم بوكيرا. الكرة المنتخب السعودي والهدف الثالث. عودة الهجمة لين للمنتخب التونسي، قصي مخطئ التمريرة، تعود للمنتخب السعودي، الفاست بريك وجه لوجه مع الحارس، والهدف الرابع، 4-2.
المنتخب السعودي يخوى الأسبقية في 5 دقائق و31 ثانية، 4-2 للمنتخب السعودي أمام المنتخب التونسي. تمشي الكرة، سلام حقونا وينجح في التسجيل. أربعة مقابل ثلاثة. تعود الكرة للمنتخب السعودي. التصدي. التصدي من الحارس. يبقى الامتلاك للمنتخب السعودي. احمد زكي عبد الله، التسلسل هو الهدف. الهدف رقم 5 عن طريق مرتجع علي. سجل النقطة رقم 5 للمنتخب السعودي، 5-3 لحد الآن في 6 دقائق. تعود الهجمة، سلام حقونا، وسام السنوسي هو ماشي بالكرة. الخطأ على مستوى الهجوم. الفاست بريك من المنتخب السعودي، البحث على المرور، خير ارجاع الكرة للوراء. علي قيصر المحسن. عودة الكرة مرتجع علي الخضراوي. الامتلاك للمنتخب السعودي المتقدم في النتيجة الآن 5-3. الدفاع أصبح متقدم على مستوى 9 أمتار من جانب المنتخب التونسي. إيصال الكرة مقطوعة. وسام سنوسي في العكس الهجمة. وسام سنوسي هو يربح 9 أمتار. 9 أمتار للمنتخب التونسي. إقحام الآن أمين بن سالم مكان وسام سنوسي على مستوى التنسيق بعد مرور 8 دقائق في الفترة الأولى. أنيس بن سالم تمشي الكرة، مين بن سالم، قصي بن فرج من 9 أمتار يحضر الكرة، سلام محقونة يصعد ولكن الحارس يتصدى، حارس المنتخب جهاد حسين أبو علوة. تمشي الكرة للمنتخب السعودي، البحث على المرور هو رمي 9 أمتار. عودة الكرة الآن للمنتخب السعودي. علي قيصر على التحضير للظهير، تمريرة مخطئة لعلي قيصر، الحكم يرفع يده باللعب السلبي. أحمد زكي عبد الله التصويب على العارضة للكرة. الهادي اليزيدي ياخذ الكرة، تصعيد الكرة بسرعة. بن سالم، سلام محقونة، أمين بن سالم، البحث على المرور هو 9 أمتار. تسعة أمتار يتحصل عليه مين بن سالم من جانب المنتخب التونسي. تعود الكرة، سلام حقونا، مين بن سالم حاول المرور هو 9 أمتار. شفنا المنسق مين بن سالم كان بحط على لعب الدائرة. قصي بن فرج التمرير للعب الدائرة، يدور بالكرة 9 أمتار والإنذار. إنذار، تعود الكرة. والهجمة للمنتخب التونسي، 10 دقائق مروا في الفترة الأولى والنتيجة 5-3. التصدي، التصدي من حارس المنتخب السعودي. تبقى النتيجة 5-3.
تعود الهجمة لين المنتخب السعودي. أحمد زكي عبد الله مقطوعة ممتاز، وصايب انفرش في عكس الهجمة وينجح ينجح في التسجيل. النقطة رقم 4 قلص الفارق لاعب المنتخب. وصايب انفرش تمشي الكرة، أحمد زكي عبد الله يحاول المرور، مرتجى وينجح في التسجيل. مرتجى علي الخضراوي يسجل النقطة السادسة في المباراة، هو الهدف الثالث ليه. عودة الكرة أمين بن سالم، على التحضير اسلام حقونا بن سالم، الدخول بقوة، خطأ ضد اللاعب امين بن سالم. اشترجع الهجمة للمنتخب السعودي. تغيير الان على مستوى الحراسة، اقحام مطيع الامام في 12 دقيقة لعب في الشوط الاول. ترجع الهجمة للمنتخب السعودي 6-4. علي قيصر، أحمد زكي عبد الله، مرتجي علي الخضراوي، وصل كرة للجناح، الحكم يفعل بلعب سلبي. أحمد زكي الخضراوي والتصدي، تعود الكرة، التصدي الأول من مطيع الإمام. تعود الهجمة للمنتخب السعودي والتسعة أمتار. تسعة أمتار يتحصل عليه لاعب المنتخب السعودي علي قيصر. التحضير للظهير علي قيصر، الحكم يرفع يده يعلن باللعب السلبي. والتسعة أمتار مرة أخرى، تمشي الكرة، مرتجى حول المرور، التصويب والكرة خارج المرمى من علي قيصر. تبقى النتيجة على حالها 6-4. الأفضلية للمنتخب السعودي. قصي بن فرج، اسلام حقونة حول المرور، ممتاز الهدف، ممتاز الهدف عن طريق اسلام حقونة. ستة خمسة، تعود الكرة والهجمة الآن للمنتخب السعودي. علي قيصر والحارس يتصدى مطيع الإمام، التصدي الثاني لمطيع الإمام. تصعيد الكرة بسرعة أمين بن سالم، التمرير للعب الدائرة، والسبعة أمتار، السبعة أمتار والإنذار. الحكم استبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين لأحمد زكي عبد الله. الهادي لزيدي في تنفيذ رمية السبعة أمتار. هو الهدف، هدف التعادل عن طريق اللاعب الهادي لزيدي. يعادل الكفة 6-6. الآن المنتخب السعودي منقوص عدديا، فرصة لعناصرنا الوطنية من أجل استغلال النقص العددي. ترجع الهجمة والامتلاك للمنتخب السعودي. أحمد قصي السعيد يلعب الكرة مع الجناح من زاوية مغلقة، وممتاز
ممتاز مطيع الإمام، يتصدى مطيع للكرة الثالثة على التوالي منذ دخوله مكان الحارس عزيز جماعة. تعود الكرة أحمد قصي، مرتجع علي الخضراوي، الحكم يرفع يده باللعب السلبي، المرور والتسعة أمتار. تعود الكرة للمنتخب السعودي، البحث على التصويب والكرة جانبية، جانبية تصويبة اللاعب أحمد قصي السعيد. ترجع للمنتخب التونسي بن سالم، سلام حقونا، هو ماشي بالكرة، ماشي بالكرة من اللاعب سلام محقونا. تعود الهجمة الآن للمنتخب السعودي، 16 دقيقة مرت في الفترة الأولى والتعادل 6-6. أحمد قصي، هو خطأ ضد لاعب الدائرة، تصعيد الهجمة بسرعة، سلام حقونا ياخذ لاعب الدائرة، يعود لقصي بن فرج، فرصة لأخذ الأسبقية. تعود الهجمة للمنتخب التونسي، قصي بن فرج، التمرير للاعب الدائرة، أمين بن سالم، قصي بن فرج، التحضير لإسكندر الجفالي، هو مقطوع على الكرة. تصعيد الهجمة بسرعة للمنتخب السعودي، التمرير للجناح يفتح الزاوية 7 أمتار، هو استبعاد بدقيقتين، استبعاد لقصي، استبعاد للاعب رقم 39 من جانب المنتخب التونسي. قصي بن فرج، مرتجع علي الخضراوي، يسجل الكرة، سجل النقطة رقم 7، 4 أهداف سجلهم مرتجع علي الخضراوي جانب المنتخب السعودي. عود الآن الهجمة للمنتخب التونسي، دخول ضياء الدين السايح على مستوى الهجوم، اسكندر الجفالي، الهادي لزيدي، محمد عزيز بن حمودة، اسكندر الجفالي والحارس، المرمى شاغر والهدف. الهدف عن طريق الحارس شهاد حسين أبو علوة، استغل خروج الحارس مطيع الإمام، يسجل النقطة رقم 8-6 مع 2 للمنتخب السعودي أمام المنتخب التونسي. اسكندر الشفالي، ضياء الدين السايح، بن سالم والحارس يتصدى، تعود الكرة والهجمة، الفاست بريك، المرمى شاغر والهدف. الهدف عن طريق حسين علي يعطي الأسبقية للمنتخب السعودي 9-6، 3 نقاط فارق، الوقت المستقطع ضروري لطلب المدرب سهير مسعود لتعديل الأوتار خاصة على مستوى الهجوم. شفنا إضاعة عديد الكرات، عشر ثواني ويكتمل التايم اوت، التوصيات من زوير مسعود،
ترجع الكرة والامتلاك للمنتخب التونسي. الهادي لزيدي. ضياء الدين السايح 19 دقيقة. اسكندر الجفالي. أمين بن سالم. ضياء الدين السايح. بن حمودة. ضياء الدين السايح والكرة على العارضة. تعود للمنتخب التونسي. يكتمل العدد الآن في صفوف منتخبنا الوطني. ضياء الدين السايح التحضير. اسكندر الشفالي هو الحارس يتصدى. تعود المنتخب السعودي. استبعاد بدقيقتين. استبعاد بدقيقتين للاعب اسكندر الشفالي. تعود الهجمة للمنتخب السعودي. تمشي الكرة للجناح. خير للتمرير. علي قيصر. أحمد قصي التمرير يلعب الدائرة. الحكم يخلي الأسبقية. خطأ. على مستوى الهجوم ترجع الهجمة المنتخب التونسي ليربح الخطأ. أمين بن سالم. إقحام الآن منيب على مستوى الهجوم. منيب عبد اللطيف يدخل كظهير. بن حمودة. منيب عبد اللطيف يحاول الاختراق. التمرير للجناح. الحكم يحتسب رمي 9 امتار. يقول عملية مشي بالكورة. 9 دقائق على نهاية الفترة الأولى. منيب عبد اللطيف يلعب الكورة ملعب الدائرة. مرة أخرى رمي 9 امتار. عزيز بن حمودة. منيب عبد اللطيف. منيب عبد اللطيف يحاول المرور ويربح 9 امتار. شكون تمريرة وحيدة. منيب عبد اللطيف ومرة أخرى يربح 9 امتار. أمين بن سالم وعلى العارضة. يعود المنتخب التونسي. بن سالم. منيب عبد اللطيف. بن سالم. منيب عبد اللطيف ومخطئ التمريره. تصعيد الهجمه من جانب المنتخب السعودي والهدف. الهدف عن طريق حسين علي فريق. 10-6. المنتخب التونسي يمر بفتره فراغ. تعود الهجمة. منيب عبد اللطيف. تعود الكرة والتسعة امتار. تمشي الكرة سلام حقونا. التمرير يلعب الدائرة والسبعة امتار. دفاع داخل المنطقة. عملية الدوران كانت من لعب الدائرة. محمد عزيز بن حمودة. الهادي لزيدي في تنفيذ رمية السبعة امتار. ويسجل. سجل النقطة رقم 7.
تعود الكرة لين للمنتخب السعودي بعد مرور 24 دقيقة لعب في الشوط الأول. علي قيصر حاول المرور والتسعة أمتار. تمشي الكرة مرة أخرى، تسعة أمتار يتحصل عليها علي قيصر. البحث على المرور والتسعة أمتار. تعود الكرة للمنتخب السعودي. أحمد قصي البحث على المرور للجناح. تعود الكرة وعملية مشي بالكرة لعب المنتخب السعودي. مطيع الإمام تصعيد الكرة بسرعة. أمين بن سالم، إسلام حقونة، ضياء السايح وسكورة، نيس بن سالم يفتح الزاوية وينجح. ينجح نيس بن سالم تسجيل النقطة رقم 8. عشرة ثمانية المنتخب التونسي يقلص الفارق قبل خمسة دقائق على نهاية الفترة الأولى. مرتجع علي الخضراوي، أحمد خصي، مرتجع علي الخضراوي والحارس ممتاز مطيع الإمام يتصدى للكرة. تعود الهجمة الآن لعناصرنا الوطنية قبل أربع دقائق من النهاية. عشرة ثمانية منيب عبد اللطيف، إسلام حقونة، أمين بن سالم، إسلام حقونة، الهادي لزيدي من زاوية مغلقة والحارس. تصعيد الكرة المنتخب السعودي. علي قيصر يقطعها بن سالم، الهادي لزيدي ويخسر كورته. يخسر كل لاعب المنتخب. تسرع من لاعب الهادي لزيدي. ترجع الكرة للمنتخب السعودي. فرصة كانت لتقليص الفارق من منتخب التونسي. هو الوقت المستقطع. يطلبوا مدرب المنتخب السعودي خافير لوبيز. عشرة ثمانية لحد الآن المنتخب التونسي يبحث على أخذ الأسبقية. عديد الأخطاء من لاعبي المنتخب التونسي على مستوى الهجوم. ترجع الكرة والهجمة الآن للمنتخب السعودي. تعود الكرة الآن المنتخب السعودي يهاجم بسبعة ملاعبية اعتماد على زوز ملاعبية على مستوى الدائرة. دائما المدرب السعودي يعتمد هذه الطريقة.
تمشي له كرة للجناح يفتح على الزاوية، خير على التمرير على مرور والتسعة متر، تحصل عليه مرتجع علي الخضراوي، التمرير أخوة مين بن سالم، تعود الهجمة المنتخب التونسي، اسلام ما حقونا، عودة منيب عبد اللطيف على مستوى الهجوم، مكان ضياء الدين للسايح، اسلام حقونا، منيب عبد اللطيف، اسلام حقونا مقطوع على الكرة ما توصلش للجناح، منيب عبد اللطيف دقيقتين على نهاية الفترة الأولى، بن سالم يحاول المرور، تمشي على مستوى الدائرة والهدف، الهدف رقم 9، تعود الهجمة الآن للمنتخب في الميدان مكان حارس المرمى، مرتجع علي الخضراوي، احمد قصي السعيد، والتسعة امتار، ما زال الامتلاك للمنتخب السعودي، علي قيصر مرتجع حول المرور ويسجل، سجل على الهدف رقم 11 مقابل التسعة، امين بن سالم والهدف، ممتاز الهدف، حركة جميلة، خالط الحارس أحمد زكي عبد الله ويسجل النقطة رقم 10، 11-10 قبل 30 ثانية على نهاية الفترة الأولى، ودائما المنتخب التونسي متأخر في النتيجة، علي قيصر، مرتجع علي الخضراوي، علي قيصر حكم يفيد وياهم باللعب السلبي، والهدف، الهدف عن طريق احمد قصي السعيد، 12 مقابل 10، 10 ثواني على النهايه، اسلام حقونا، المرور، ضياء الدين السايح للجناح، بن سالم يفتح الزاويه، 7 امتار، 7 امتار، باش يكون استبعاد بدقيقتين للعب المنتخب السعودي. كانت إعاقة للاعب أنيس بن سالم، بالفعل استبعاد بدقيقتين للعب المنتخب السعودي، رمية 7 أمتار الهادي لزيدي، باش يمشي لتنفيذ الكرة، فرصة لتقليص الفارق قبل الدخول إلى حجرات الملابس، النقطة الهادي لزيدي في حوار مع الحارس جواد العباس، هو يسجل، سجل النقطة رقم 11 الهادي لزيدي، إذا نهاية الفترة الأولى بتقدم المنتخب السعودي بنتيجة 12 مقابل 11، أهداف المنتخب التونسي الهادي لزيدي كان سجل 3 أهداف، أمين بن سالم هدف، أنيس بن سالم هدف، زوز أهداف لإسلام حقونا، زوز أهداف لقصي بن فرج، وزوز أهداف للاعب الدائرة محمد عزيز بن حمودة في المقابل، 5 أهداف لمرتجع علي الخضراوي من جانب المنتخب السعودي، 3 أهداف لحسين علي فريق، هدف لأحمد قصي السعيد، هدف لحسين عبد العزيز، وهدف للحارس شهاد حسين أبو علوة وأحمد زكي عبد الله، يسجل هدف متتبعين عشاق كرة اليد، نخرج ترتيحا ونرجع لكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
مدينة الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في نقل فعاليات الشوط الثاني. ذكركم ان الشوط الاول انتهى بتاخر عناصرنا الوطنيه 12 مقابل 11 امام المنتخب السعودي. تمشي الكره، منيب عبد اللطيف حاول المرور ويسجل، سجل ويعادل النتيجة 12-12. ترجع الهجمة للمنتخب السعودي، حسين عبد العزيز على التحضير، مخطئ الكرة تعود للمنتخب التونسي، المرمى شاغر والكرة ينجح في التسجيل. ضياء الدين السايح يسجل النقطة رقم 13، يعيد الأسبقية للمنتخب التونسي 13-12 في دقيقة و24 ثانية. المنتخب التونسي يتمكن من تسجيل زوز اهداف. حسين عبد العزيز، قاسم التركي، حسين عبد العزيز يمرر للجناح ومخطئ التمريرة، مخطئ كرة علي قيصر. تعود المنتخب التونسي، امين بن سالم، سلام حقونا والحارس يتصدى رمي 9 امتار. ترجع على الهجمه المنتخب التونسي، اسلام محقونا، امين بن سالم، منيب عبد اللطيف، اسلام محقونا، التحضير لمنيب عبد اللطيف والهدف ممتاز ممتاز. منيب عبد اللطيف يسجل على الثبات النقطه رقم 14. يمشي الهجمة المنتخب السعودي، مرتجع علي الخضراوي، علي قيصر يختار عدم التسرع في الهجوم، ميسم ابو السرير التحضير، مرتجع علي الخضراوي حاول الاختراق ويربح 9 امتار. علي قيصر التمرير، مرتجع علي الخضراوي 9 امتار من جديد، حكم يرفع يده يعلن باللعبة السلبي. هو الكرة خارج المرمى، امين بن سالم في تصعيد الكرة بسرعة، امين بن سالم يحاول المرور والحارس يتصدى، تعود فاست بريك للمنتخب السعودي والهدف. الهدف عن طريق احمد قصي السعيد. عودة اللعب رقم 39 قصي بن فرج مكان نمين بن سالم اللي اضاع الكرة الاخيرة. ترجع الهجمة للمنتخب التونسي في 4 دقائق في الشوط الثاني، والنتيجة 14-13 اسبقية لعناصرنا الوطنية. اسلام حقونا، منيب عبد اللطيف، هو الهدف ممتاز، منيب عبد اللطيف والاستبعاد بدقيقتين. متألق منيب عبد اللطيف، سجل النقطة رقم 15 للمنتخب التونسي. إيقاف التوقيت، الهدف رقم 15. ترجع الكرة للمنتخب السعودي، لما يتم تسجيل النقطة للمنتخب التونسي. ما تدخل المراقب الفني أحمد مطوع،
تعود لهجمه للمنتخب السعودي. 15-13 في 4 دقائق و 24 ثانية. التسعة أمتار لأحمد قصي السعيد. أحمد قصي السعيد 9 أمتار. تعود الهجمة المنتخب السعودي وعملية مشي بالكرة. المرمى شاغر ضياء الدين السايح ويسجل. سجل النقطة رقم 16-13 مع 3 للمنتخب التونسي، 3 نقاط فارق. المنتخب التونسي يدخل الشوط الثاني على عكس الشوط الأول. أحمد قصي السعيد حاول المرور، الكرة خارج الميدان شارج المنتخب التونسي. أمين بن سالم، منيب عبد اللطيف، أنيس بن سالم يمرر لشقيقه للجناح أنيس بن سالم، يفتح الزاوية وينجح. ينجح في التسجيل. تعود الكرة الآن للمنتخب السعودي 17-13 المنتخب التونسي يرفع في الفارق. السبعة أمتار استبعاد، استبعاد ليانيس بن سالم. رميت السبعة أمتار هو الحارس يتصدى مطيع الإمام لكرة علي قيصر. تعود الكرة والهجمة المنتخب السعودي. مرتجع علي الخضراوي سجاد ومخطئ التمريرة. مطيع الإمام يطلب عدم التسرع خاصة أنه الفريق منقوص عدديا. تعود الهجمة الآن للمنتخب التونسي. سلام حقونا، بن سالم، منيب عبد اللطيف يحاول المرور والتسعة أمتار. تعود الكرة منيب عبد اللطيف، البحث على لعب الدائرة، التمرير ممتاز، الكرة والهدف. محمد عزيز بن حمودة يسجل النقطة رقم 18. المنتخب التونسي يمر للسرعة القصوى. يخوى الأسبقية مع 5 نقاط. التمرير والخطأ، الخطأ على مستوى الهجوم ترجع للمنتخب التونسي. ثمانية ثواني ويكتمل العدد. اقحام الآن لاعب ريان الصغير جانب المنتخب التونسي. يكتمل العدد الان 8 دقائق و42 ثانية. منيب عبد اللطيف، اسلام حقونا، امين بن سالم، التمرير منيب عبد اللطيف، اسلام حقونا، منيب عبد اللطيف، الدفاع والكرة
دال مسفيرش لاعب المنتخب التونسي، ترجع المنتخب السعودي. احمد خصي، ساجد محمد، عود هشمة مركزة للمنتخب السعودي. تمشي الكرة للجناح، تصل الكرة والحارس ممتاز مطيع الإمام، يتصدى للكرة. منتاج 13 مع 5 للمنتخب التونسي. منيب عبد اللطيف، هو الهدف، الهدف عن طريق لاعب الدائرة عزيز بن حمودة، سجل النقطة رقم 19. والوقت المستقطع، يطلب مدرب المنتخب السعودي بعد ارتفاع الفارق 19-13. المنتخب السعودي تمكن من تسجيل هدف وحيد مع انطلاقة الشوط الثاني، فالمقابل المنتخب التونسي سجل 8 اهداف بفضل تألق الحارس مطيع الإمام اللي يقدم في مباراة كبيرة، حامي عرين المنتخب الوطني التونسي وحارس النادي الافريقي. انتهاء الوقت المستقطع، ترجع الكرة الآن للمنتخب، للمنتخب السعودي. 10 دقائق ترجع لنا الكرة، الحكم يعطي إشارة التنفيذ. 10 دقائق منذ انطلاق الفترة الثانية، المنتخب السعودي سجل هدف وحيد في 10 دقائق الأولى من الفترة الثانية. علي قيصر البحث على الحلول، الحكم يخلي الأسبقية، تعود الكرة، سجاد حسين يحاول المرور ومخطئ التمريرة، والتسعة أمتار. تسعة أمتار تمشي الكرة والهدف. الهدف للمنتخب السعودي عن طريق علي قيصر، قلص الفارق 19-14. تعود الكرة للمنتخب التونسي، منيب عبد اللطيف، أمين بن سالم، منيب عبد اللطيف، اسلام حقونه يخسر الكره، تعود للمنتخب السعودي وجه لوجه مع الحارس، والهدف، الهدف عن طريق عبد الله احمد، قلص الفارق 19-15. تعود الهجمه للمنتخب التونسي، امين بن سالم، منيب عبد اللطيف يحاول المرور ومخطئ التمريرة واستبعاد بدقيقتين، استبعاد يلعب المنتخب السعودي. عبد الله احمد اليوسف،
ترجع الهجمة للمنتخب التونسي. أمين بن سالم، سلام حقونا ومخطئ التمريرة. ترجع الهجمة للمنتخب السعودي رغم النقص العددي، فإنه ما يقبلش هدف المنتخب السعودي. تبقى نتيجة 19-15. سجاد حسين حاول المرور، علي قيصر ويربح السبعة أمتار، واستبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين لمنيب عبد اللطيف. فلتفيد الكرة مرتجع علي الخضراوي من جانب المنتخب السعودي، والبرة خارج المرمى كرة مرتجع علي الخضراوي. الامتياز لحارس المنتخب التونسي. اغلق المنافذ امام اللاعب، لاعب المنتخب السعودي، عودة قصي بن فرج للهجوم بعد استبعاد منيب عبد اللطيف. عزيز بن حمودة، قصي التمرير، والحارس يتصدى، المرمى شاغر والكرة خارج المرمى. سرع في التصويب لاعب المنتخب السعودي أحمد قصي السعيد. تبقى نتيجة 19-15. الهجمة المنتخب التونسي مرة أخرى، تمريرة مخطئة من أمين بن سالم، يلزم الاستفاقة. الحكم يرفع يده بلعب السلبي. قصي، قصي التمرير، يلعب للدائرة والبرة خارج المرمى. كرة اللاعب محمد عزيز بن حمودة. تعود الهجمة للمنتخب السعودي. زوز كرات متتالية ضيعهم لاعب المنتخب التونسي. ايقاف التوقيت على ما يبدو، استبعاد، استبعاد ليمين بن سالم. التمويه، الحكم اعتبر تمويه من اللاعب يمين بن سالم. ترجع الكرة رمية 9 امتار للمنتخب السعودي. مقطع تمريرة، تصعيد الهجمة، اسلام حقونا، اسلام حقونا، ويسجل، يسجل اسلام النقطة رقم 20. ممتاز اسلام حقونا في قطع الكرة. 20-15 رغم النقص العددي، زوز ملعبية المنتخب التونسي، منقوص يقطع الكرة ويسجل. تمشي كرة للجناح والتصدي، ممتاز مطيع الإمام. يتصدى مطيع الإمام بعد مرور 15 دقيقة في الشوط الثاني. خلي نتيجة 20-15. تعود الكرة المنتخب التونسي. قصي، اسلام حقونا، التحضير، منيب عبد اللطيف، لاعب الدائرة ما توصلش لبوكرة، المرمى شاغر والكرة في الشباك التونسية عن طريق الحارس جهاد حسين ابو علوة. الهدف الثاني اللي سجله الحارس. 20-16. تعود الكرة للمنتخب التونسي. الحكم يرفع يده ويعلن باللعب السلبي. منيب عبد اللطيف يلعب الدائرة،
الحكم يحتسب خطأ للمنتخب التونسي. ادم بوكيرا ونيب عبد اللطيف هو التسعة امتار منيب عبد اللطيف هو الحكم يحتسب خطأ ضد لاعب المنتخب التونسي. يعود المنتخب السعودي يحاول تقليص الفارق هو استغلال اخطاء المنتخب التونسي على مستوى الهجوم. عودة الكرة للمنتخب السعودي. محاولة التمرير هو تسعة امتار. تسعة امتار للمنتخب السعودي. احمد قصي حاول المرور والحارس مطيع الامام الهادي الازيدي في تصعيد الهجمة يقطعها لاعب المنتخب السعودي لكن تخرج خارج ارضية الميدان. اسلام حقونا تعود الكرة بعناصرنا الامتلاك للمنتخب التونسي. 20-16 مع 4 للمنتخب التونسي امام المنتخب السعودي. المباراة الاخيرة في المرحلة الاولى الهادي الازيدي ويسجل النقطة رقم 21. تعود الكرة للمنتخب السعودي. علي قيصر محاولة للمرور بالتسعة امتار. منتشر دقيقة و24 ثانية في زمن الفترة الثانية هو تقدم للمنتخب التونسي 21-16 هو التسعة امتار. عودة الكرة هو الهدف عن طريق اللاعب رقم 24 من جانب المنتخب السعودي احمد قصي السعيد. تقليص الفارق 21-17. قصي منيب عبد اللطيف قصي بن فرج منيب عبد اللطيف هو الهدف. ينجح في التسجيل منيب عبد اللطيف النقطة رقم 22-17. 10 دقائق على نهاية المباراة والمنتخب التونسي أصبح ماسك بزمام الأمور. احمد قصي السعيد علي قيصر احمد قصي السجاد ينجح في التسجيل النقطة رقم 18-22. تعود الكرة للمنتخب التونسي قصي بن فرج قصي بن فرج يلعب الكرة للجناح يفتح على الزاوية وينجح ينجح ريان الصغير التسجيل النقطة رقم 23-18. سجاد حسين علي قيصر
علي قيصر التحضير، احمد قصي، سجاد حسين التمرير للجناح، الحكم يرفع يده يعلن باللعبه للسلبي، المرور ومقطوع على الكره، والحكم يحتسب خطا ضد الهادي لزيدي. ارجع الكره للمنتخب السعودي، والكره تضرب في الجدار الدفاعي، ترجع للمنتخب السعودي. يخاف التوقيت، وربما هو استبعاد لمدرب المنتخب التونسي. زهير مسعود، ان احتج على القرار الاخير. المنتخب التونسي اليوم يلعب منقوص عدديا، عودة الكرة والامتلاك، او الحكم يطلب بإعادة تنفيذ الكرة، رمية التسعة أمتار، الوقت مازال متوقف. استبعاد كان المدرب زهير مسعود، كان احتاج على اللقطة الأخيرة. ترجع الهجمة للمنتخب السعودي، التمرير للجناح يفتح على الزاوية ويسجل، يسجل حسين علي النقطة رقم 19 على مستوى الجناح، يضع الكرة في القائم الثاني. 8 دقائق على نهاية المباراة، والأسبقية لعناصرنا الوطنية 23-19. عودة أمين بن سالم على مستوى التنسيق من جانب المنتخب التونسي. والهدف إسلام حقونا سجل النقطة رقم 24. 24-19. حقيقة المنتخب التونسي يظهر بوجه مغاير في الفترة الثانية على عكس الفترة الأولى. تمشي الكرة المنتخب السعودي 7 أمتار، 7 أمتار يتحصل يلعب المنتخب السعودي. سجاد حسين، إقحام الآن عزيز بن حسين على مستوى الحراسة، الجماهير تساند هذا الحارس ابن مكارم المهدية وحارس منتخب الأصغر في حوار مع أحمد قصي. أحمد قصي هو الهدف، الهدف رقم 20. يخلص الفارق لعب المنتخب السعودي احمد قصي 24-20. امين بن سالم، محمد عزيز بن حموده، منيب عبد اللطيف يحاول المرور، لعب للدائره و7 أمتار، دفاع داخل المنطقه من جانب المنتخب السعودي. إيقاف التوقيت، تغيير على مستوى الحراسة، جواد العباس ياخو مكانه الهادي لزيدي في تنفيذ رمية 7 أمتار.
الهادي لزيدي ويسجل، سجل النقطة رقم 25 25-20 مع 5 للمنتخب التونسي. سجاد حسين، علي قيصر والتسعة أمتار، علي قيصر، أحمد قصي البحث على لعب الدائرة، سجاد التمرير لعلي، السبعة أمتار استبعاد، استبعاد يسلم حقونا. أحمد قصي في تنفيذ رمية السبعة أمتار في حوار مع مطيع الإمام ويسجل، سجل النقطة رقم 21 25-21. مرة أخرى المنتخب منقوص، إقحام الجفالي، اسكندر الجفالي، المستوى الهجوم بن سالم، عزيز بن حمودة، منيب عبد اللطيف، والهدف ممتاز، الهدف عن طريق منير عبد اللطيف، مرة أخرى على الثبات يضع الكرة في الزاوية 90، سجل النقطة رقم 26 26-21، 5 دقائق على نهاية المباراة، المنتخب التونسي يحافظ على 5 نقاط فارق. التحضير وعملية مشي بالكرة، الهادي لزيدي والتسعة أمتار، إيقاف للتوقيت، الحكم ينبه على الهادي لزيدي، وكذلك لعب المنتخب التونسي، تعود الهجمة للمنتخب التونسي، أمين بن سالم، التمرير مخطئ الكرة، المرمى شاغر، والهدف عن طريق جياد حسين الحارس، خلص الفارق 26-20. حارس المنتخب السعودي كان سجل لحد الآن 3 أهداف، يستغل خروج الحارس مطيع الإمام ويسجل الهدف رقم 22. تعود الكرة للمنتخب السعودي، محمد عزيز بن حمودة، منيب عبد اللطيف للجناح، ريان صغير يفتح الزاوية والحارس يتصدى، تعود الكرة للمنتخب السعودي، إيقاف التوقيت، التحام بين زوزم لاعبية، إن شاء الله سلامات لمحمد عزيز بن حمودة وكذلك الجناح ريان الصغير، زوزم لاعبية من جانب المنتخب ساقطين على أرضية الميدان، التحام كان عفوي بين زوزم لاعبية، إيقاف التوقيت بعد مرور 26 دقيقة لعب أو 39 ثانية، إن شاء الله سلامات. مش يخرج زوزم لاعبية من جانب المنتخب التونسي لمدة 3 هجمات متتالية، الآن مش يدخل آدم بوغيرا وكذلك أنيس بن سالم، والإحاطة والتأطير من محمد علي صغير لملاعبية المنتخب التونسي، تعود الكرة للمنتخب السعودي، علي قيصر مخطئ التمريرة لكن تعود للجناح يفتح على الزاوية ويسجل، يسجل حسين علي النقطة رقم 23
26 23 قبل 3 دقائق من النهاية. المنتخب التونسي في الهجوم الآن. قصي بن فرج هذا الكرة اسكندر الشفالي، يمر اسكندر الشفالي ويسجل. سجل اسكندر النقطة رقم 27. تعود الكرة المنتخب السعودي. السبعة أمتار للمنتخب السعودي. يتحصل عليها علي قيصر كالعادة في التنفيذ. أحمد قصي في حوار مع مطيع علي إمام ويسجل. سجل النقطة رقم 24. 27 24، ثلاث نقاط فارق للمنتخب التونسي أمام نطير والسعودي قبل دقيقة و50 ثانية من نهاية المباراة. منيب عبد اللطيف، قصي، اسكندر الشفالي. التحضير منيب عبد اللطيف، اسكندر، قصي بن فرج، والكرة خارج المرمى. تعود الهجمة السريعة على المنتخب السعودي. أحمد قصي يمشي بالكرة للجناح، يختار عدم التسرع. لعب المنتخب السعودي، عودة المنسق علي قيصر المحسن. دقيقة على نهاية المباراة والهجمة المنتخب السعودي اللي يبحث عن تقليص الفارق. هو التسعة أمتار، تسعة أمتار للمنتخب السعودي. البحث على التصويب مرة أخرى، تسعة أمتار. الدفاع، دفاع المنتخب التونسي يقاتل على الكرة الأخيرة. 30 ثانية على النهاية. والتسعة أمتار من جديد يتحصل عليها علي قيصر. 20 ثانية على النهاية. التصويب والهدف، ممتاز الهدف عن طريق أحمد قصي، قلص الفارق قبل 6 ثواني من نهاية المباراة. إذا نهاية المباراة بانتصار المنتخب التونسي بنتيجة 27 25 في المباراة الثالثة في سباق البطولة. ألف مبروك لعناصرنا الوطنية، حد أوفر للمنتخب السعودي في بقية المشوار. المنتخب التونسي يتأهل الأول في المجموعة باش يقابل المنتخب الليبي في الدورة النصف النهائي، وقمة في النصف النهائي ستجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب الليبي. كما قلنا يوم الغد ستكون يوم راحة، والدورة النصف النهائي سيكون يوم الجمعة في انتظار التعرف على اللاعب الذي سيتحصل على جائزة رجل المقابلة. خليكم مشاهدينا وعشاق كرة اليد تعيشوا معنا اللحظة في انتظار الإعلان الرسمي على اللعب. ربما سيكون منيب عبد اللطيف نظرا للمردود اللي قدمه. كما قلنا منيب عبد اللطيف يتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والجائزة الثالثة على ثوالي يحصدها منتخبنا الوطني.
بعد الجائزة في المباراة الأولى ليانيس بن سالم يوم أمس وسام السنوسي، واليوم يتحصل عليها اللاعب منيب عبد اللطيف ابن جمعية النسر الرياضي بتبلبة، الجمعية العريقة لأنجبة عديد اللاعبين. برافو مرة أخرى لعناصرنا الوطنية لتحقيق الانتصار الثاني الثالث عفوا على التوالي في سباق البطولة، رغم البداية السيئة في الشوط الأول لأنه مكنوا عناصرنا من التدارك وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي. كذلك مرة أخرى نوجه التحية للجماهير اللي كانت حاضرة بأعداد غفيرة للمباراة الثالثة على التوالي هنا في قاعة رشيد خوجة بالمهدية، المصافحة بين الملاعبية والروح الرياضية بين لاعبية المنتخب التونسي ولاعبية المنتخب السعودي. مرة أخرى حب نتمنى السلامة والشفاء العاجل للاعب المنتخب رسلان الكتل اللي تعرض للإصابة يوم أمس استوجبت التدخل الجراحي. الملعبية تتوجه للجماهير وتحتفل بالانتصار الثالث وتأهل كما قلنا في الصدارة المجموعة. المنتخب التونسي يسعى لإحراز لقب البطولة، قلنا المنتخب منتظر دورة ودية دولية في فرنسا ثم الدخول في الجديات وبطولة العالم في مجموعة تضم المنتخب الألماني، البلد المنظم، المنتخب الليبي، المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. الصور التذكارية للاعبية المنتخب التونسي رفقة العلم التونسي، ألف مبروك لعناصرنا الوطنية. حظ أوفر للمنتخب السعودي في الدورة النصف النهائي. هكا متتابعينا وعشاق كرة اليد نكونوا وصلنا لنهاية تغطيتنا لمباراة اليوم. زوز لقاءات تلعبوا، المباراة الأولى انتصر فيها المنتخب السعودي على المنتخب الليبي بنتيجة 27-19، والمباراة الثانية يفوز فيها المنتخب التونسي على نظيره السعودي 27-25. ما كان معكم لطفي الخدري في الوصف والتعليق، تيسير بن عقل في التصوير، محمد امين عبد الواحد على مستوى الاخراج الرقمي. مطبق لي كان نقول لكم